مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم من جديد. ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الاخباريه اللي بنناقش فيها اهم الاخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعه من الصحف والمواقع الالكترونيه. هيشاركنا النهارده في قراءه تحليليه لاهم الاخبار والصحف النهارده الجمعه 22 ديسمبر ضيفي وضيفكم الكريم الدكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الاسبق. صباح الفل دكتور عبد الله. صباح النور. كل سنه وحضرتك طيب. احنا بدانا العد التنازلي اهوت لبدايه عام جديد، يا رب يكون سعيد علينا جميعا. يا رب ان شاء الله عام سعيد على مصر وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى العالم كله. نتمنى أن يكون عام يسود السلام إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد هذه الحروب والصراعات الدامية اللي هي لا طائل منها. دي حقيقة فعلا دكتور عبد الله، وللأسف الشديد يعني من 2020 وإحنا في تحديات وأزمات متتالية في العالم كله، فنأمل إن شاء الله تنتهي هذه الأزمات على خير. خلينا نبتدي النهاردة وإحنا عندنا مجموعة من الأخبار المتنوعة. صحيح. دكتور عبد الله كالمعتاد وهنشرف بقراءة حضرتك التحليلية ليها، والبداية من الموضوع الأبرز الحقيقة الآن وهو تطوير الموانئ المصرية واجتماع هام لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات عدد من المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل، وخاصة مشروع جرجوب التنموية الذي يستهدف تحويل المنطقة المحيطة بميناء جرجوب التجاري إلى منطقة اقتصادية خاصة، والاستفادة من الميناء لإنشاء نافذة جديدة للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة شمال غرب مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة العمل على تنفيذ المشروع على الوجه الأمثل واستغلال خصائص المنطقة بما يتفق مع احتياجات الرؤية التنموية والاقتصادية لمصر، وخاصة التركيز على الصناعة والتجارة وجذب النمو السكاني إلى المنطقة، مشددا على أهمية مراعاة المعايير العالمية المرتبطة باعتبارات تخطيط المناطق الصناعية وحماية البيئة، ومؤكدا الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانئ في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية. دكتور عبد الله، الحقيقه كان اجتماع مهم جدا، وطبعا لم يكن الاجتماع الاول وبالتاكيد لن يكون الاخير، وايضا كان فيه اهتمام بتسريع الخطوات ايضا في مشروع الهيدروجين الاخضر، ويعني تكمله لهذا ما جاء فيه الاجتماع. ولكن نعود لموضوع هذا الخبر هو تطوير الموانئ. دكتور عبد الله، تطوير الموانئ لم تكن المره الاولى برضو اللي احنا بنناقش فيها مع حضرتك هذا الامر، وحضرتك ليك وجهه نظر خاصه في هذا الامر وخصوصا بورسعيد وكيفيه طبعًا. يعني اهتمام بالموقع الاستراتيجي الهام، وميناء جرجوب اننا بنتكلم عليه هو الأقرب لأوروبا وبنعول عليه كثيرا حقيقة في تطوير التجارة. وهاخد حضرتك بس دكتور عبد الله تصريح مهم لسيادة الفريق كامل وزير وزير النقل، واللي قال موانئ مصر ليست للبيع ولكن نرحب بالشركات كبرى الشركات العالمية في الإدارة والتشغيل. كيف تبعت هذا التصريح وهذه الخطوات؟ يعني طبعا في البداية أنا طبعا بنشكر السيد الرئيس على اهتمامه بالموانئ، لأني أعتقد الموانئ هي هتبقى القاطرة للاقتصاد المصري إذا تم الاهتمام بيها. وعاوزة بالفعل احنا نشوف الشركات العالمية، لأن فكرة صناعة الخدمات دي فكرة مهمة جدا. يمكن أنا اتكلمت أكتر من مرة إن أنا نفسي أنا شخصيا إن يتم التعاقد مع يعني هونج كونج وسنغافورة تحديدا، وما يتعلق بشركاتهم العالمية اللي موجودة على أرضهم، لأن هونج كونج هي الأولى عالميا فيما يتعلق بصناعة الخدمات واللوجستيات. وبالتالي أنا كان نفسي المناطق الاقتصادية سواء كان في قناة السويس أو الموانئ عموما، لأن مصر هي منطقة واعدة باعتبار أن هي ملتقى ثلاث قارات، وشفنا موانئ كثيرة جدا. العالم كله بيشهد أن مصر في الفترة دي فعلا كل الموانئ حصل فيها تطوير كبير جدا، خصوصا ميناء الإسكندرية، ميناء بورسعيد، تحيا مصر، يعني العديد من موانئ دمياط، كل الموانئ وتم إسنادها، يعني واحدة من محطة تحيا مصر تم إسنادها لإحدى الشركات الفرنسية. هو بصي إسناد الموانئ إلى شركات عالمية كبيرة ده مش اختراعنا، احنا شفنا العديد من الدول، لأن هو بتوضع الأمر في إطار الأمن القومي وفي إطار
القواعد العامة الدولية. احنا بنشوف الخبرات الدولية، الدول اللي تعاقدت مع شركات عالمية بتدير جزء من موانئها او بتدير المواني بتاعتها كناحية ادارية ملهاش علاقة بالناحية الامنية. الناس فاكرة ان كده خلاص بقى يعني المينا احنا ملهاش علاقة بيه، ده كلام طبعا غير صحيح. عشان كده فكرة الموانئ والتطوير وبرضو وجود أفكار جديدة متميزة تغري الشركات العالمية لوجودها على أرض مصر، أعتقد ده هيعمل طفرة اقتصادية كبيرة. عشان كده يعني كل التحية طبعا للقيادة السياسية، لأن هذا الاتجاه هو الاتجاه الأمثل لوجود اقتصاد مصري متميز في 2024 إن شاء الله. إن شاء الله دكتور عبد الله، ونجني ثمار هذه التطورات الكبيرة في مجال تطوير الموانئ وربط الموانئ البحرية والجفة كمان بشبكة يعني سكك حديدية محترمة جدا في كل محافظات الجمهورية. دكتور عبد الله، مصر ليست فقط تمتاز بموقع استراتيجي هام في التجارة، ولكن أيضا موقع استراتيجي هام وفي محيطها الإقليمي، وده اللي بيخليها مركز